سي عبد العزيز، اليوم أمامنا واحد الصلح ما بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية، شيء اللي ما كناش ننتظره ولكن وقع. ما هو التفسير ديالكم في هذه الوضعية؟ أولا هذا التفسير تفسير المنطقي الأساسي، يؤكد مقولة أساسية معروفة في علم السياسة بصفة عامة أو في السياسة بصفة عامة، وهي أنه لا وجود لصديق أبدي ولا وجود لعدو مؤبد. دائما من ينتصر في السياسة هو من يبتعد عن الأفكار المتطرفة، وهو الذي يشعر بأنه دائما له نقاط مشتركة مع الآخرين. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة أو بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، يجب أن نعرف بأنهما هما الحزبان اللذان أفرزتهما كقوتين سياسيتين كبيرتين الانتخابات الماضية، بمعنى أنه من الناحية الفكرية ومن الناحية الإيديولوجية هما حزبان لهما تواجد على المستوى المجتمع حسب ما أكدته نتائج الانتخابات، وبالتالي اليوم هما يشعران بطبيعة الحال بمسؤولية تاريخية، وهذه المسؤولية جعلتهما يقتربان من بعضهما البعض ويلغيان الكثير من الأشياء من مقولاتهما الأساسية. يجب أيضا أن نضيف، هذا أمر أساسي لا بالنسبة لحزب العدالة والتنمية ولا بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، هناك أيضا تحول وإعادة النظر ونوع من النضج على مستوى الخطاب وعلى مستوى الممارسة. نعلم أنه مثلا بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة الذي أحدث ديناميكية كبيرة في الحياة السياسية المغربية منذ إحداثه إلى اليوم، وهذا يعني يفرضه التحليل الموضوعي. نفس الشيء بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، ولكن حزب الأصالة والمعاصرة شكل حزبا معارضا في مرحلة أساسية ومهمة في تاريخ المغرب، واشتغل انطلاقا من هذا المنطلق. اليوم أعاد النظر انطلاقا من النضج الذي وصل إليه وانطلاقا من تمرسه بالحياة السياسية والحياة الاجتماعية في المغرب، وبالتالي اليوم هو يبحث عن حليف استراتيجي مثل ما تفعل الكثير من الأحزاب. ولكن يبدو لي بأن هذا التحالف الموجود الآن بين الحزبين هو تحالف قد يكون له ما بعده. لماذا؟ لأنه تحالف قبل الانتخابات، وهذا التحالف الذي قبل الانتخابات ربما إذا ما تفوق الحزبان معا في الانتخابات قد يشكلان قوة سياسية مهمة لا غنى لأي طرف عن هذه القوة السياسية في التحالفات الحكومية المقبلة. فهذه أمور أساسية لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار. ثم وهذا من بين حسنات الحياة السياسية في المغرب، نعلم بأنه مرجعية الأحزاب السياسية في المغرب كلها مرجعيات تؤدي أو إلى نوع من التقارب بين المكونات السياسية، فلا وجود إذا نحن فحصنا مثلا إيديولوجيات الأحزاب السياسية المغربية لا وجود لتناقضات بعيدة بين الأحزاب السياسية. ففي أي لحظة تاريخية يمكن لحزبين أن يجتمعا، ولهذا يبدو لي بأن هذا التحالف هو تحالف طبيعي أكثر من أي شيء آخر، وبالعكس هو يشكل قيمة مضافة اليوم الحياة السياسية لأنه تحالف أحدث قبل الانتخابات وليس بعدها. إذن تحالف تكتيكي يجعل من البام أنه يذهب قويا للانتخابات المقبلة. هذا مما لا شك فيه، لأنه حزب الأصالة والمعاصرة لفترات كان هو الحزب الوحيد الذي يشكل المعارضة يعني الملموسة والقوية التي كانت في مواجهة حزب العدالة والتنمية. الآن يمكن أن نقول بأن ما أقدم عليه حزب الأصالة والمعاصرة يؤكد ما سبق أن قلته على أساس أنه هناك نوع من النضج السياسي لدى الحزب، ولكن أيضا نوع من النضج الاستراتيجي. لماذا؟ لأنه دخول الانتخابات رفقة حليف قوي كحزب العدالة والتنمية الذي كثير من الدراسات تقول بأنه لا زالت مكانته قوية، يؤكد على أساس أن حزب الأصالة والمعاصرة قام بعملية استباقية وقرأ مستقبل ما بعد الانتخابات، وبالتالي اختار حليفه منذ البداية ولم يترك الأمر كما الآن ستفعل الكثير من الأحزاب إلى ما بعد الانتخابات، ويبدو لي بأنه قد يكون هو الفائز الأكبر من هذا التحالف في المستقبل. كذب عليك الكذب عظيم بزاف. المدرسة المغربية